هذه الرواية عن الإمام الصادق، أنا قاريها. الإمام الصادق يقول: من قصد مأتم الحسين عارفا بحقه مقرا بفضله محتملا لعلمه مفجوعا بمصيبته كتب الله له بكل خطوة 9000 حسنة ويمحو عنه 9000 سيئة ويرفع له 9000 درجة في الجنة. اللي يقصد مأتم الحسين عارف بحق الحسين محتمل لعلم الحسين لفضل الحسين. فهذا الحسين كما عبر سماحة الشيخ، وهذه الكلمة ذكرها، أنه قال سماحة الشيخ جمال الله يحفظه: والكلام لرسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء رأيت مكتوبا عند العرش إن الحسين سفينة، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وأنا أدعو الكل للسلوك بهذه السفينة، ونسأل من الله أن يوفقنا لهذه الخدمة. وهذه الخدمة يا مولاي مصداقها أنها خدمة صدق وواقعية، مصداقها أنها توحد المسلمين وتوحد المجتمع وتوحد الصفوف. وأسأل من الله أن يوحد كلمة المسلمين وأن ينصرهم على الكافرين، وأطلب من الله أن يوحد كلمة العراقيين أيضا، خليها كلمة واحدة إن شاء الله، والله يوفقهم والله يوفق المسؤولين. ونطلب من الشعب أن يتعاونون إن شاء الله، واسأل من الله يوفق شعبنا، ونسأل من الله تعالى أن يهيئ لنا من يقود هذه السفينة إلى مرفأ السعادة والسلامة حتى خروج إمامنا صاحب العصر والزمان.